les entrepreneurs عندهم نصيب الاسد في خطوه كل جمعه وموجودين وحاضرين وتسمعوهم وتتعرفوا عليهم وان شاء الله تعقلوا روحكم فيهم كي تسمعوهم يتكلموا هنا تقول والله ما مش مختلفين عليا حتى انا كيف كيف نجم نبعث المشروع نتاعي وهذايا الغيف نتاعنا في خطوه انكم لكلكم تجمو تبعثوا المشروع متاعكم عرفتها في زمان آخر قبل تحاول باش تبعث مشروع جات بحذينا وسمعناها برشا لكن الفترة هذه مشروعها موجود وقاعدة تقدم فيه وحتى دخلت فيه لديمونسيون تكنولوجيا وكاليش استدعيناها في نوت روبريك اي بيزنس اي بيزنس. مرحبا بك حوا ماجري. عسلامة طارق. اللي تعاود تتكلم بالكدا حوا ماكش حشامة ورينا لي زونتربرونور خاصة بروتخونوز عندهم كوراج ويتكلموا بالقوي. بيان سور سافا سافا. الوغ كان تعرفنا ديجا بالبروجي نتاعك اللي كبشت فيه شديت صحيح وخلطت فينالمون انك تخليه يكون موجود. الوغ حوا ماجري بعثت مشروع اللي هو سيلياك سيف. لا ما تبعثوش عليه بعثته مشروع. لا لا مازال ماشي كلمه بعث المشاريع بالدرجه ما تمشيش بالكدا بصراحه. دونك انا بروبريو نتاع سيلياك سيف. سيلياك سيف هي توا باتيسري سان غلوتين 100% سان غلوتين. اون في تو سكي المواد الخاليه من الغلوتين اللي هي اباس دو فارين دو ري ولا دو مايس. تقريبا انت كيف كيف ميكرو هبطوا شويه هكا باش نسموك بالباهي. فوالا تري بيان. دونك بعد ما كملت بعثت الباتيسري نتاعي سان غلوتين حابين ندخلوا 100% سان غلوتين خاطر فما برشا يخدموا على الهيلثي منه سان غلوتين مي فما بوبليك معناها فما عباد في تونس برشا ياكلوا سان غلوتين فما فوق ال 100,000 هذوما دياغنوستيكي وابار العباد اللي تحب تعمل ريجيم ابار العباد اللي عندها امراض اخرين تخليها معناتها تاكل سان غلوتين ابار لي سبورتيف ابار العباد اللي تاكل جوست سان غلوتين باسكو سي بلو سان سي فري كو ولا لايف ستايل شويه هذه انك تاكل تنحي الغلوتين تنحي اللاكتوز او عندنا احنا توا نوتخ تكنيسيان ظهر فيه سبورتيف بالكدا بالكدا ياكل سان غلوتين سيوري سيرتان مرحبا بيك الوغ العباد هذوما الكل تقول حتى لي زانتوليرون يجيو للباتيسري ويشريو لي برودوي نتاعك هما اون جينيرال يقولك غاليين شويه غاليين خاطر تو سامبلومون الماتيغ بروميير غاليه معناها فارينا نتاع الروز غاليه على الاخر ماهيش فارينة القمح للكيلو منعش بدينار وقداش احنا نخدموا دي فارين كيلوهم ب 17 وب 18 و مي اون ايساي دو بيان اتيدي نو بري باش يكونوا ابوردابل ماكسيموم باش ما يبعدوش باش يكونوا بعاد بلوتو على لي برودوي امبورتي. الوغ نتخيل اللي التكنولوجي بالنسبه ليك سي ان موتور معناتها يعاونك على انك تتعرف اكثر تو انت موجوده بحثنا في اي اف ام باش تعرف بالمشروع نتاعك لكن تخيل لازمك تكون قريبه اقرب من المستعملين نتاعك دونك اخترت التكنولوجي شنو عملت بها؟ وي بيان ايفيدامون اخترت التكنولوجي خاطر توا سي معناها كل شيء بالتكنولوجي كل شيء يتشري اون ليني كل شيء يترى بالعين معناها العباد تتشهى بعينيها ما عادش اون سو ديبلاس معناتها باش تشري حاجات والعباد ديما التليفونات في ايديهم معناها تحب ولا تكره دونك انا ساعه نخدم مع لا كوميونيتي سيلياك طارق انت سيلياك زاد لا ما تقولش مانيش سيلياك انا ناكل سان غلوتين مانيش سيلياك سان غلوتين دونك تعرف معناتها لا كوميونيتي هذيا قداش تعاني وماهيش بيان انكادري في تونس خاطر اتر سيلياك راهو سي توت ان مود دو في لو ريجيم اي معناتها اللي ما يعرفش لي سيلياك نفسر لهم هما اللي عندهم الرجي على الغلوتين اللي هو موجود في القمح والشعير والحبوب معناتها دونك الدواء نتاعهم الدواء نتاع المالادي سيلياك هذايا ولا الانتوليرونس هو ريجيم حياتك الكل باش تعمل لو ريجيم في تونس عندنا مشكله زاده نتاع ليتيكتاج في اغلب لي برودوي تونيزيان اون نو مونسيون با لي الغلوتين ولا لو سكر ولا فهمتني ولا لاميدان كل شيء لا احنا اون جينيرال كان مش مكتوب عليه بالكبير وكان مش سومو غالي برشا سان غلوتين راهو فيه الغلوتين باغ ديفو دونك هذيا مشكله من المشاكل اللي تعاني منها الكوميونيتي هذيا اللي هي ما تعرفش شنو هي تاكل شنو اوتوريزي ولا لا خاطر الغلوتين مالوغوزمون ماهوش ما يقتصرش على قمح وشعير وحبوب اوكي مي فما دي كولورون فما دي زاديتيف ما يلزمهمش ياكلوهم فيهم لي زاميدان فيهم لي غوم اي تو دونك سي تري ديليكا سورتو للصغار حتى الشوكولاته تقول لك شوكولاته ما فيهاش شوكولاته فيها دي غلوتين حتى لي جو ما نحبش نزيد نرجع العباد حتى لي شامبوان ولا برودوي كوزميتيك ما ناكلوش الشامبوان الحمد لله اما يدخل معناتها توا سي تري توندونس حتى لبرا لي برودوي كوزميتيك
ناكلوا من راسنا. انا ما نجمش ناكل من راس اللي نشوفه تو في اللايف وموني هنا. دوكو ذي مشكله معناتها العبيد ما تعرفش شنو تاكل حتى في الدويت تعرفش شنو تستعمل بالضبط. الو غلطنا الابليكاسيون شنو شنو الفايده منها؟ انا بونسي باش نعملوا اون ابليكاسيون فيها بليزيور فونكسيوناليتي باش ماشي كوم انا ودورا اللي هي سي ام نتاع جلاري. خلينا نسلموا على دورا ساعه قبل كل شيء. مرحبا بك يا دورا. نرافق المريول المزيان نتاع اناكتوس. دونك انت مازلت طالبه حسب ما فهمت وفي الجمعيه هذه اللي قاعده تخدم برشا على لونتربرونوريال اللي هي اناكتوس. دونك انتم تعاونتوا مع حاول مجري باش تجمعوا تخرجوا الابلكيشن هذه. خلينا نسمعوا دورا. Donc, Ahna, Enactus Esprit ICT, des étudiants en esprit, l'acronyme informatique, amène un projet lié à Glalina. Glalina est une chaîne de valeur établie par Enactus Esprit ICT en collaboration avec l'UTAP. Donc, Rina Balchaballot, Mtaïch, abandonné, Akhtem Tnim Tsainalf Hektar, Mamche Chouaya. Donc, عملنا les recherches نتاعنا وقينا اللي البلوط هذا اللي هو الفوي تشين غلون تشين سون غلوتين. دونك قلنا علاش ما نخرجوش ان برودوي سون غلوتين 100% تونيزيان ويكون انوفاسيون لينا معناها ونستغل ونفالوريز البلوط هذا. دونك مع اليوتاب عملنا كولابوراسيون ومشينا حكينا معاهم بعثونا الاس ام اس ينابيع الخير اللي هي مجموعة ينبيع الخير في عين دراهم وما بعضنا خلقنا البرودوي هذايا وميم طون انا انكوراجي ان سي راديكا باش يخدموا وخلقنا توت اون شين دو فالور. سي تري بيان في سون غلوتين اون بلوس. لكن شنو الكولابوراسيون اللي بيناتك وسيلياك سيف في الابليكاسيون هذه؟ اسكو خدمتوا مع بعضكم؟ نعرف جماعه اسبري عاد في الانفورماتيك ما نحكيش عليهم. اكزاكتومون. دونك احنا من الاول ديجا نخدموا مع حواء وعاونتنا برشا. دونك قلنا علاش لا نعملوا ابليكاسيون نعاونوا بها لي مالات سيلياك الكل تبدا فيها لي زانفورماسيون اللي يسحقوهم الكل. دونك حواء واحنا خدمنا عليها برشا الابليكاسيون هذه اللي حاجه نورمالمون موجوده عندها برشا مي مالوغوزمون. الوغ كيفاش الفونكسيوناليتي بالضبط حواء؟ معناها فما كود الكود ابار هو اللي نلقاو فيه كيفاش تعمل بالضبط؟ هي الابليكاسيون ان فيت معناها شنو الانوفاسيون اللي فيها اللي هي تجمع بين بليزيور فونكسيوناليتي باش تعاونك في حياتك معناتها الكل. والله ما فيهوش جلوتين الميكرو والله. هاني قربت. سي بون اقرب له. تري بيان. دوكو الفونكسيوناليتي الاولى اي بور موا اهم حاجه اللي هي باش تعاون العباد هذوما اللي هو الباركود سكانر لو سكانر نتاع الكود ابار اللي انت ما عادش تسال تمشي تحط سور جوجل شنو نجم ناكل ولا البرودوي هذا اوتوريزي ولا معناها تحل لاباري فوتو نتاعك معناها اترافيغ لابليكاسيون نتاعنا وتو سكان الكود ابار نتاع اي برودوي يقول لك سيف نوت سيف يقول لك اوتوريزي او انتردي او بيان معناتها il contient des traces. ومتاكدين انتم اللي الكود ابار الكل فيهم المعلومه هذه على خاطر ريسبونسابيليتي كما ما كان انت قلت له عبد كول معناها لازم يكون مطمئن. ان فيت عملنا نو ريشيرش خدينا شويه باز دو دوني معناتها من لاسوسياسيون تونيزيان دو لا مالادي سيلياك خاطر هما يعملوا كل عام يخرجوا دي بروشور شنو فيهم اوتوريزي وشنو اللي avec nos recherches احنا زيد on a contacté quelques معامل معناها نتاع des produits alimentaires والحقيقة الباز دو دوني دخلناها معناها بيدينا مش لعب بالكعبة 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 و سيتي انورم معناها خاطر ما فماش بلاصة ان سيت تلقى فيه باز دو دوني نتاع لي برودوي اليمونتيغ سيرتو تونيزيان. فهمت معناها هي مش موجودة اوتوماتيكمون انتوما دخلتوا دخلنا بالبرودوي بالبرودوي اللي تعرفوه سون غلوتين. فوالا تري بيان ميرسي بوكو حوا يعطيك الصحة. نذكر سيلياك سيف وعندها باتيسري سمباتيك على الاخر في شيرة مونفلوري هكا وي في اربع نجم قربنا لهنا شويه ولازم تكون موجوده في تونس كامله خاطر ما نساوش تولي فرانشيز كبيره لي سيلياك اللي في تونس الكل في المناطق الكل واللي برشا عندهم قلق كبير وبداو يلوجوا على لي برودوي نتاعهم. طارق باش نكمل رابيدمون امان كيفاش يلقاو كيفاش يلقاو لابليكاسيون رابيدمون سور جوجل بلاي معناتها سيلياك سيف اسمها اندرويد. دونك اندرويد وي بروشينمون سور اب ستور مازال بروشينمون على الايفون ان شاء الله نزيد نحكي عليها مره اخرى. ان توكا هذه كانت الحلقه الاولى من خطوه الخطوه الاولى في خطوه وان شاء الله الف تنقيزه جايين الجمعات الجايين نحكيو اونتربرونوريا كل جمعه في اي اف ام نهار الاربعاء من 7 ل 8 على السمن بروشين.